بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الـ pathology of the thyroid gland. قبل ما نبدأ الـ pathology of thyroid gland، سريعا كده الـ histology بتاع الثيرويد. الثيرويد بتتكون من follicles اللي هي الدوائر دي الـ follicles. الـ follicles تبقى lined by cells called الـ follicular cells، أو بنسميها الثيروسايتس. الثيروسايت بتسكريت thyroglobulin بروتين، أو اللي هو اسمه الكولويد، وده بروتين بيبقى يوزد في السنسيسس بتاع الثيرويد هرمون، وهو ده البينك الستراكشر اللي موجود في السنتر بتاع الفوليكلز. ان بتوين الفوليكلز بيكون في نوع من الخلايا اسمه البارا فوليكولار سيلز او السي سيلز، والسيلز دي بتطلع الكالسيتونين، والكالسيتونين ده بيبقى انفولفد في الريجوليشن بتاع الليفل بتاع الكالسيوم في البلد. يبقى الثيرويد هيستولوجي بتتكون من follicles، الفوليكلز lined by follicular cells اللي بتسكريت الثيروجلوبولين او بتسكريت الكولويد. in between الفوليكلز وبعضها بيكون في البارا follicular cells اللي اسمها سي سيلز، واللي بتطلع الكالسيتونين اللي هو بيبقى مسؤول عن regulation of الكالسيوم ليفل في البلد. هنبدأ اول موضوع في الثيرويد جلاند وهو الثيرويدايتس. الثيرويدايتس اللي هي الانفلاميشن اوف الثيرويد جلاند. والانفلاميشن في الثيرويد جلاند ممكن يبقى ليه كوزز كتير جدا. ممكن يبقى سببه انفكشن، يعني باس فورمينج اورجانيزم، فيروس، اي انفكشن ممكن يعمل انفلاميشن في الثيرويد. ممكن تكون حاجه اوتو اميون ديزيز يعمل انفلاميشن في الثيرويد. ممكن حاجات تانية تعمل انفلاميشن في الثيرويد، زي حاجات بتعمل جرانيلوميتس انفلاميشن في الثيرويد، يعني انفلاميشن اسوشيتد مع جرانيلوما، زي مرض اسمه الديكيرفان ديزيز اللي احنا هناخده النهاردة، او مرض تاني انفلاميشن اوف انون ايتيولوجي اللي اسمه ريدل ثيرويدايتس. دي بالنسبة للكلاسيفيكيشن كده في الاول عندنا. طيب هنتكلم اول حاجة عن من الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، هنتكلم منها عن الاوتو اميون ثايرويدايتس اللي هو اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس، او بيسموه الاسم التاني لينفوسيتك ثايرويدايتس. وهنتكلم عن الجرانيولوميتس ثايرويدايتس او اللي هو اسمه دي كيرفن ديزيز، او ونتكلم كمان عن الريدل ثايرويدايتس. اول حاجه الهاشيموتو ثايرويدايتس، وده مهم جدا في النظري او يعني يجي عليه اسئله كتير. ايه هو الهاشيموتو ثايرويدايتس؟ ده اوتو اميون ديزيز كاركترايزد بايه؟ ان الانتي بودي بتاعه الجسم بتاعنا احنا بتهاجمنا احنا شخصيا. اوتو اميون يعني الانتي بودي بتاعه جسمي بتهاجمني. طب اوتو انتي بوديز دي اتكونت اجينست ايه؟ الاوتو انتي بوديز دي اتكونت اجينست الثايروجلوبولين اللي هو بروتين يوزد في السنسز بتاع الثايرويد هرمون، وكمان اجينست الانزيم اللي اسمه ثايرويد بيروكسيديز اللي هو انفولفد في السينثيسيس بتاع الثايرويد هرمون. طيب الاوتو انتي بوديز دي بتعمل بروجريسيف ديستراكشن للفوليكلز، فبالتالي العيان بيدخل في ستيت اوف هايبو ثايرويديزم. في اول فيز كده من الفوليكولار ديستراكشن العيان يبدا طبعا هيطلع الاماونت اوف الكولويد اللي موجوده بالكامل جوه الفوليكلز اللي اتكسرت دي، فيعمل ترانزينت فيز من الهايبر ثايرويديزم، وبعد كده يحصل فوليكولار ديستراكشن والعيان يدخل في حاله من الهايبو ثايرويديزم. فده الباثوجينيسيس بتاع الديزيز، ان هو اوتو اميون بيبقى كاركترايزد ان عندي اوتو انتي بوديز اجينست الثايروجلوبولين واجينست الثايرويد بيروكسيديز. الاوتو انتي بوديز دي بتعمل ديستراكشن للفوليكلز، وبيكون اي اوتو اميون ديزيز بيبقى كاركترايزد ان انا عندي دنس ليمفوسيتك انفلتريت، بيكون في ليمفوسايتس كتير قوي بتهاجم الجزء اللي معرض للاوتو اميون ديزيز ده. وكمان الثيرويد بيكون فيها شوية فايبروزز زي ما هنشوف كمان شوية في الميكروسكوبيك بيكتشر. طيب المورفولوجي بتاعنا جروس او مايكروسكوب، لو جينا خدنا الشكل الجروس، الثيرويد بتكون سيمتريكالي انلارجد. يعني ايه سيمتريكالي انلارجد؟ يعني كل اللوبس بتبقى انلارجد بنفس الحجم، مفيش لوب اكبر من اللوب التانية. الكبسول اللي حوالين الثيرويد بتبقى انتكت، وهقول لكم ليه انتكت، لان الفايبروزس اللي بيحصل جوه الجلاند مش بيعدي بره الكبسول. الباثولوجي اللي حاصل جوه الجلاند مش معدي لبراها، علشان كده لازم نقول كلمه ان الكبسول انتكت، ودي فيري امبورتنت. لو خدنا كات سكشن من الثيرويد بنلاقيه واخد لون تان كده يلوش،
وبيكون في vague nodules. vague nodules يعني ما بيكونش nodules صريحة، بتكون يعني ايه، يعني nodules بس fading كده، مش nodules صريحة. طيب مهم جدا الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الهاشيموتو ثايرويدايتس، ويعني اسهل حاجة عشان تحفظ الميكروسكوب بسهولة انك ترسم له رسمة. اول حاجة الكبسول بتاعة الثايرويد بتكون intact كبسول، بيحصل follicular destruction، الفوليكلز بتاعة الثايرويد بتبدأ تتكسر، فدي الفوليكلز بتبدأ تتكسر يحصل فيه follicular destruction و follicular atrophy. قلنا بيحصل dense lymphocytic infiltration، النقط الزرقاء دي كلها ليمفوسايت، بيحصل dense lymphocytic infiltration للثايرويد لدرجة ان ساعات الليمفوسايتس دي بتتجمع تعمل لنا lymphoid follicles، كأني في lymph node بالظبط. تتفرج على الثايرويد تحت الميكروسكوب تحس كأنك بتتفرج على lymph node مش ثايرويد، لان الليمفوسايتس الكتير متجمعة عاملة follicles، والفوليكلز دي بيكون ليها جيرمينال سنتر. يعني ايه جيرمينال سنتر؟ يعني بتبقى اكتف فوليكلز، السنتر بتاعها لونه بيل علشان هي اكتف، بتبروديوس بلازما سيلز، بتبروديوس انتي بوديز. فبنلاقي ان السنتر بتاع الفوليكل ده اللي هو الجيرمينال سنتر بيكون باين قوي. يعني ايه باين؟ بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيكون بيل وحواليه كده رم من الليمفوسايتس اللي بيبقى لونها غامق، دي اسمها ليمفويد فوليكل with جيرمينال سنتر. ان بتكون فوليكل الحروف بتاعتها ليمفوسايت لونها غامق والسنتر بتاعها بيكون فاتح، وده بيدل على ان الفوليكل دي اكتف بتطلع انتي بوديز. بنلاقي ديليكت فايبروزس، شويه فايبرسباند، واهم حاجه ان الفايبرسباند دي ما بتعديش الكبسول، الكبسول بتاعتنا انتاكت. في حاجه مهمه جدا جدا بتحصل وبتميز الهاشيموتو ثايرويدايتس، ان انا عندي الخلايا اللي هي الفوليكولار سيلز اللي بتلاين الفوليكلز بيحصل فيها تشينج اسمه الهيرثل سيل تشينج. يعني ايه الهيرثل سيل تشينج؟ يعني بتلاقي السيتوبلازم بتاع الفوليكولار سيل ده بدأ يبقى احمر قوي، يبقى ايزينوفيليك سيتوبلازم. ايزينوفيليك سيتوبلازم يعني لونه احمر قوي، تمام، وبيبقى الخليه بتبقى انلارجد والسيتوبلازم بتاعها يبقى محمر زياده، بيسموها الهيرثل سيل تشينج، ودي من العلامات المميزه قوي للهاشيموتو ثايرويدايتس. يبقى من اكتر العلامات المميزه للهاشيموتو ثايرويدايتس تحت الميكروسكوب هو الدنس لمفسدك انفلترت لدرجه ان هي تعمل لمفويد فوليكل بجيرمينال سنتر، الفوليكولار ديستراكشن، الهيرثل سيل تشينج، المايلد فايبروزس اللي ما بيعديش الكبسول. العيان زي ما قلت لكم بيشتكي ايه كلينيكال؟ ان عنده ثايرويد انلارجمنت بس بينلس ثايرويد انلارجمنت، وكمان ان العيان بيبقى عنده ترانزينت فيز من الهايبر ثايرويدزم، يعني ثايروتوكسيكوزس في الاول في المرحله اللي بيحصل فيها فوليكولار ديستراكشن، لكن بعد كده بعد ما الفوليكل تبقى ديسترويد خلاص بيدخل في ستيت اوف هايبو ثايرويدزم. مهم جدا جدا تعرف، مهم قوي للريتن والام سي كيو تعرف ان الكومبليكيشن اوف هاشيموتو ثايرويدايتس ان العيان ممكن يديفلوب كارسينوما اون توب اوف الثايرويدايتس دي، او مش كارسينوما بس، ده بيديفلوب نوعين من التيومر، نوع منهم كارسينوما اسمه بابيلاري ثايرويد كارسينوما، هناخده بالتفصيل مع الثايرويد تيومرز، وكمان العيان بيكون عنده انكريز ريسك فور ديفلوبمنت اوف ليمفوما، نوع من انواع الليمفوما اللي هو مالجننت تيومر اللي بيطلع من الليمفوسايتس، نوع من الليمفوما اسمه بي سيل نون هودجكن ليمفوما. فمهم قوي تبقى عارف ان عيان الهاشيموتو ثايرويدايتس عنده ريسك فور ديفلوبمنت اوف ليمفوما، وكمان عنده ريسك اوف ديفلوبمنت اوف بابيلاري ثايرويد كارسينوما، وهناخد البابيلاري ثايرويد كارسينوما بالتفصيل مع التيومرز. تاني نوع من انواع الثايرويدايتس اللي عايزين ناخده هو السب اكيوت ثايرويدايتس، او بيسموه الجرانيولوميتس ثايرويدايتس، او بيسموه الجي كيرفان ثايرويدايتس، والتلاته دول تلات اسماء لنفس المرض. ومهم قوي لما بيكون في مرض ليه نفس الاسم ان احنا نعرف كل الاسماء بتاعته. ده عباره عن ايه؟ ده نوع من انواع الثايرويدايتس نوت اكيوت اند نوت كرونيك، بين البنين، بيسموه سب اكيوت ثايرويدايتس. سببه بيكون فايرال انفكشن غالبا. الفيرال انفكشن ده يعني بيكون سيلف ليميتد، يعني العيان بيحصل له ثايرويدايتس وبتخف لوحدها، تمام. ساعات بيكون قالوا ان هو احتمال يكون ان الفوليكولار ديستراكشن اللي بيحصل في سب اكيوت ثايرويدايتس دي يكون سببها تي سيلز، يعني الفوليكولار بيحصل له دامج عن طريق تي سيلز. ف
فقالوا ان هو يا اما فايرال، ودي يعني ثيوري مش مؤكده، وحصل تي سيل انفلتريشن للثيرويد جلاند عملت فوليكولار ديستراكشن، مش معروف قوي يعني. طيب المورفولوجي بتاعنا بيكون عامل ازاي؟ الجلاند طبعا بتكون انلارجد، يا اما ديفيوز كل الجلاند انلارجد، يا اما ناحيه او ناحيه لا، يعني يا يوني لاترال يا باي لاترال. الكات سكشن بتاع الجلاند بنلاقيه فيرم وبيكون يلوش وايت. المهم بقى عندنا مهم جدا المايكروسكوبيك بيكتشر، لان فيها حاجات مميزه قوي. اللي بيبقى مميز قوي في الجرانيولوميتس ثايرويدايتس او الدي كيرفن ديزيز او السب اكيوت ثايرويدايتس، ان انا بيكون عندي مايكرو ابسس فورميشن. يعني ايه مايكرو ابسس فورميشن؟ في بدايه المرض بنلاقي الثايرويد بتبقى انفلتريتد ب النيوتروفيلز، والنيوتروفيلز بتتكسر تعمل باس سيلز. النيوتروفيلز والباس سيلز لما بيبقوا اجريجيتد في منطقه، ده اسمه مايكرو ابسس فورميشن. ليتر اون يحصل انفيجن للجلاند مين؟ بالليمفوسايتس وبالبلازما سيلز. وبعد كده يجي كمان الماكروفاجس وابيثيليويد سيلز وجاينت سيلز، ويعملوا لنا مين؟ جرانيولوما. احنا عارفين الجرانيولوما مين لي فورمد اوف ليمفوسايت وماكروفاجس وابيثيليويد وجاينت سيلز، وبيكون في مايلد ارياز من الفايبروزس. يبقى بتبدا بمايكرو ابسس فورميشن اللي هي بيكون في بوليمورفز او اللي هي نيوتروفيلز وباس سيلز. بعد كده ليتر اون يحصل انفلتريشن للجلاند بالليمفوسايتس والماكروفاجس والابيثيليويد سيلز والجاينت سيلز وفايبروزس، ويعمل لنا الجرانيولوما. عشان كده سموه جرانيولوميتس ثايرويدايتس. العيان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من enlarged thyroid gland وبتكون painful، على عكس الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي كانت painless. اخر نوع من انواع الثايرويدايتس اللي اسمه ريدل ثايرويدايتس. ريدل ثايرويدايتس ده انفلاميشن في الثايرويد اوف unknown etiology. اهم حاجه بتميزه ان بيكون فيه dense fibrosis للثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند بيكون فيها كميه فايبروزس مش طبيعيه، لدرجه انها بتعدي بره الكبسول، وممكن تخلي الثايرويد تبقى فيكسد في السراوندنج تيشو اللي حواليها. يعني الفايبروزس جوه الجلاند يعدي الكبسول ويخلي الثايرويد فيكسد بالفايبروس ادهيجنز دي للسراوندنج ستراكشرز اللي حواليها. فممكن ده لو احنا قبل ما ناخد بايوبسي ونعرف الثايرويد جواها ايه شكلها، الفايبروزس العنيف ده اللي هو الفيرم والثايرويد فيكسد، الثايرويد مش بتتحرك. احنا المفروض لو اي حد عنده ثايرويد انلارجد لما بيبلع ريقه او بيطلع لسانه بتلاقي الثايرويد بتطلع وبتنزل معاه، لكن العيان ده عنده ثايرويدايتس، عنده ثايرويد انلارجمنت والثايرويد مش بتتحرك من مكانها فيكسد تمام، وبتكون very hard inconsistency لان فيها dense fibrosis. فده بيخليني بالكلينيكال examination كده ما اقدرش افرق بين الريدل ثايرويدايتس وبين الثايرويد كارسينوما. مهم قوي تبقى عارف ان الفايبرس تيشو اللي هنا بينفيد او بيطلع اوتسايد الثايرويد كبسول، على عكس الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي كان فيها فايبروزس بس ويز انتاكت كبسول. بقيه الاندوكراين ان شاء الله هنكمله في فيديوز كده صغيره، علشان يعني ما يبقاش بالك زياده عليكم، يعني هيبقى كل شويه هنزل موضوع لوحده في ريكورد لوحده. بس ربنا يوفقكم باذن الله.